أصدقائي أسواني، مساء أمس بمدينة يالاك تظاهرة سياسية تضمنت فعالياتها تنصيب المكتب الجهوي للمنسقية على مستوى ولاية البراكنة. أشرف على تنصيب المكتب الجهوي الجديد السيد جالو أمادو كورال رئيس المنسقية الوطنية لأصدقائي أسواني، وتهدف المنسقية حسب القائمين عليها من خلال تنصيب مكاتب جهوية لها في الولايات إلى تسهيل التنسيق بين منتسبيها ومواصلة التعبئة السياسية وشرح مضامين برنامج رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الأزواني وإبراز ما تحقق من مكاسب في ظل قيادته. رئيس المنسقية الوطنية لأصدقاء غزواني قال إن المنسقية تهدف إلى دعم الوحدة الوطنية وتعزيز التعايش المشترك بين مختلف فئات المجتمع. وأهداف اللي عند المنسقية ما هي أهداف بسيطة، أهداف مهمة، هي أهداف تجمع لنا موريتانيا، أهداف تجيب الاستقرار في موريتانيا وتأمن موريتانيا وتبني اللحمة الوطنية والمصالحة ودعم المدرسة الجمهورية اللي هي تؤدي هي الصمامة الكبيرة للمجتمع، يجمعها ويقارب أفكارها. هذا هو اللي جينا من أجله، وطالبين من لجنة الحكماء برئاسة المنسقة أنها تعود على المستوى وتعود تقدم اللي عمل المنسقية وتدعم به برنامج السيد الرئيس وتدعم به الحزب الإنصاف وتدعم به هذا الشعب اللي نحن كاملين ندوره يعود على المستوى، يعود اللي يشوف ذاته في ذا اللي يعدل.